إلى لندن والسباق التجريبي للألعاب الأولمبية الصيفية يوم أمس وفوز الدراج البريطاني كيفان ديتش إلى جانب المشاركة المغربية الإيجابية بفضل الدراج عادل جلول. حسن الحريري ورشيد الشافعي العلوي. أكثر من 150 دراجا أخذوا الانطلاق في هذا السباق التجريبي للألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، وكان من ضمنهم دراجون تألقوا في طواف فرنسا الأخير كالفيطاني كافنيديتش والأسترالي أوغرادي. 140 كيلومتر هو طول مسافة السباق والذي عرف سيطرة الدراجين الأقوياء من أستراليا، بريطانيا، فرنسا وإيطاليا. خبرة البريطاني مارك كافنيديتش ومعرفته بمدار السباق مكنته من الفوز بهذا السباق قطعا المسافة في ظرف 3 ساعات 18 دقيقة و11 ثانية متقدم على الإيطالي مودولو والفرنسي سامويل دومولان. أول دراج مغربي هو عادل جلور متصدر الدوري الإفريقي حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات الذي احتل المرتبة 87 بفارق 3 دقائق و22 ثانية عن صاحب المركز الأول. وشارك المنتخب الوطني للدراجات ممثل إفريقيا والعالم العربي الوحيد في التظاهرة إلى جانب منتخبات كفرنسا، أستراليا، إيطاليا، بريطانيا ثم إسبانيا. المنتخب الوطني ضم 5 مسابقين هم عادل جلور، محمد الحسيني، عبد العاطي سعدون، طارق الشعوفي ثم محمد سعيد العموري. مشاركة المغربية هذا السباق كانت إيجابية. السباق ديال اليوم خويا اننا في المره المقبله ان شاء الله خصنا نستعدوا بشكل جيد اللي غادي يخلينا حتى حنا نكونوا في المستوى ديال الدراجين اللي حصلوا على المراكز الاولى وقاموا السباق جيد. فالحمد لله استفدنا شيء الكثير وهذا مهم بالنسبه لنا والدراجه المغربيه. كنا السباق هو سباق تجريبي والحمد لله هنا يعني اكتشفنا باننا خصنا غير واحد شويه ديال الاستعداد كما كتعرفوا يعني احنا في الاجواء ديال رمضان ويلا في البداية ديال الموسم واستطعنا أننا نكملوا السباق. هذا يعني هذا الشيء كان كعلينا الكثير. إن شاء الله السنة المقبلة الفريق الوطني المغربي غادي يكون مستعد أتم استعداد باش يمكن ليه يعمل نتيجة ويشرف راية المغرب عاليا في لندن 2012 إن شاء الله.